بتقول انه ما عندي مشكل بالحياه حب او ارتبط بعاهره، بفضلها عن رجل الدين والسياسه والقاضي. يش. كلام خطير، تتحمل مسؤوليته؟ ايه ليه؟ اوضح منهم. مين قال لك اوضح منهم؟ اوضح واضحه، وهن ممكن يكونوا تشتغل. واضحين مش تعميم هيدا يعني. اوكي، يمكن في عندك 10% من العاهرات مش واضحين، ويمكن في عندك 10% من رجال الدين والسياسه والقضاة والمحاميه واضحين.